أعلنت قبل أشهر أنك تفكر أنك تهاجر. صحيح. هل ما زلت تفكر في الموضوع؟ لا أنا يعني لا مش غضب، أنا ما بغضب. أنا قلبي كله حب يعني. صحيح أنا كنت جالس وأنا نوعا ما نشيط على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى هاي يعني، بس هذول تقريبا. خطرت في ذهني أكتب جملة، الجملة كانت تقول نويت الهجرة. أنا لو بدي أهاجر مثلا هاجرت في 74 لما صح لي فرصة أروح فرقة مسرحية في أمريكا وأشتغل هناك يعني، صح لي فرصة بالثمانينات أهاجر على مصر. أنا في النهاية أنا في الأردن موجود في كل العالم العربي، بروح بصور على الخليج، بروح بصور مصر، وين ما يكون بصور. بالتالي أنا هون بسافر يعني، ما عندي مشكلة المعيشة. بالتالي أنا ضد الهجرة النهائية، أنا ضد هجرة مع هجرة العمل. في كل إنسان ظروف، وأنا كطبيعة الزهير لا أحب، أنا أحب الأردن وفلسطين، أحب بلاد الشام وأحب عالم العربي كله، ما بحب أهاجر منه. لكن هون في النهاية أنا لما قلت أنه أنا إنسان أولا عربي أردني فلسطيني، أنا أعتز في عروبتي وأعتز في أردنيتي وأعتز في فلسطينيتي. قصة الهجرة عندي مش قصة. كتبت نويت الهجرة، كنت بدي أكتب نويت الهجرة إلى الذات، العالم كله وطني وقلبي وطني. لكن أحد اللي موجودين فكرت قلت خليني أكتب بس نويت الهجرة، لأن احنا بنقرأ ومش شايف الواقع قديش الشباب على المستوى المحلي حتى على المستوى العربي كله بفكر في الهجرة نتيجة ظروف سياسية واقتصادية إلى آخره إلى آخره. فذلك قلت نويت الهجرة، ولما نزلت هاي الجملة كان في هناك تفاعل، صار ترند، تفاعل كبير سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي. انا اللي قصدته من هاي الجملة هي تحريك الراكد، لفت نظر اصحاب القرار الى المشكلة الكبيرة التي نعاني منها. لانه في ناس صاروا يقولك ما دام هيو تفضلوا، ما دام زهير النباني بده يهاجر معناته الوضع يعني كثير سيء. وهذا الحكي أثار نقاش، ولغاية الآن يعني في حوارات ونقاشات، وحاليا أنا بقوم في حملة بالتعاون مع جمعية النهضة، منظمة النهضة العربية، عملت لهم شريطين قصيرات تلفزيونيات عرضت على وسائل التواصل الاجتماعي. كان الموضوع الأول عن الهجرة، نويت الهجرة، والموضوع الثاني عن اللغة العربية. احنا نربط الهجرة بهجرة اللغة العربية أيضا. أنا هي الدعوة الأساسية نويت الهجرة إلى الذات، أن نهاجر إلى أوطاننا ونبنيها من خلال التغيير السلمي. من خلال المشاركة في الانتخابات وإلى غيره وغيره، من خلال الضغط على المسؤولين لحسن أداء أعمالهم، من خلال استثمار الهجرة للوطن، لاستثمار الوطن بطاقاته الكبيرة، طاقاته السياحية والتاريخية والأثرية والطبيعية والزراعية والاقتصادية، وأيضا الهجرة إلى ذاتنا، أن نطور من ذاتنا ونبني وطننا. هسا مش غلط أنك تهاجر مؤقتا في سبيل علم، في سبيل عمل، في سبيل تحسين أوضاعك، هذا الحكي مش خطأ، لكن يجب أن يبقى اهتمامك وتعلقك بوطنك هو الأساس. هذا موضوع نوية الهجرة، لكن أنا موجود وبسافر وبروح والعالم كله يعني وطني. ما في هجرة مطلقة؟ لا هجرة مطلقة لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أتخلى عن هذا الطقس الجميل بين الأردن وفلسطين. أنا يعني محظوظ كمخلوق أني أنا وجدت في هذه المنطقة اللي هي تعتبر قلب العالم وأجمل طقس بالعالم وأجمل طبيعة في العالم. يعني يسمونا الأوروبيين الأردن وفلسطين قارة مصغرة، يعني أنت خلال نص ساعة بتكون بعز الثلج تنزل على منطقة دافية، تنزل على الصحراء خلال نص ساعة بتكون الصحراء، وخلال نص ساعة بتكون في قمم الجبال. هاي قارة مصغرة وطقسها جميل حوض الأبرار المتوسط، لن أغادرها، ولدت هنا وسأموت هنا.
بعد طول عمر في الأخيرة صدرت أنباء محلية عن نيدك ترشح لانتخابات نقابة الفنانين. صحيح. كلها عبارة عن أنباء بس ما في تأكيدات. نعم سيد. صحيح يا صديقي العزيز. احنا واقعنا في نقابة الفنانين واقع لا يسر بالرغم من توفر كل الإمكانيات. يعني قانون نقابة الفنانين المصدق من مجلس الأمة ورئاسة الوزراء ومن مصدق من جلالة الملك في عنا فرص، وبعد مطالبات طويلة من 74 من السبعينات في نقابة، تم تأسيس النقابة في 97 وقتها كانت في بأمر ملكي من جلالة الملك الباني الله يرحم روحه الملك حسين. ولكن لما أسسنا النقابة إن 25 سنة صار هناك دخل ممتاز، لكن صاب العضوية عوار، لم ندر نقابتنا بالصورة المفروض نديرها حسب ما هي موجودة في أهداف النقابة، اللي هي الرقي في المهنة والرقي ورعاية العاملين في المهنة. تحولت النقابة إلى شللية وصراعات بين أفراد وبين صراعات أيضا، يعني لا يجوز أن الانتخابات صارت على أسس يعني مخجل أن نتحدث عنها، شمالي جنوبي فئوي عنصري كذا. بالتالي احنا ولم نحسن إدارة المال الذي حصلنا عليه باستثمارات مجدية، لم ندر نقابتنا بالصورة المثلى. بالتالي انا بما اني ابن هذه المهنة وحريص عليها، لانه انا من تقريبا كان لي شرف اني اكون من بدايات ظهور الدراما والمسرح الاخير، قلبي على هذه المهنة وعلى العاملين فيها. بالتالي وجدت انه يعني قد يكون مجدي أن أكون في المجلس وأشارك زملائي في تحسين الأداء وفي حسن مسار النقابة، لأن النقابة إذا أحسن إدارتها يعني ورايح يكون لها أثر كبير على الحركة الفنية الأردنية والعربية وعلى العاملين. وبعد جائحة كورونا ثبت فشلنا، صارت الكورونا في الشماعة على فشلنا، بحيث أنه كثير يا حرام يعني شيء مؤلم، فنانين وموسيقيين وغيره ودراميين جلس بدون شغل، والنقابة حتى عجزت عن دفع رواتب متقاعدين، صار في عندنا عجز في الصندوق الصحي. أنا برأيي هذا الخلل أنا وجدت على نفسي بسبب وجود خبرة عندي، واجب علي أن أخدم ذاتي وأخدم مهنتي وأخدم زملائي من خلال الترشح المجلس. أعلنت مبدئيا، لكن لغاية الآن أنا إذا شايف أنه في تزاحم على الانتخابات، بما أنه زملائي متحمسين للخدمة، وهي شغلة هي خدمة تطوعية. نعم. يعني ما بصير الإنسان يتقاضى عليها، لأنك في النهاية أنت تستفيد كفنان من خلال الحركة الفنية لما تصير نشطة وفاعلة، بما أنك فنان بالتالي أنت بتستفيد. لكن بما أنه في تزاحم ماشي، نفتح مجال للآخرين، ممكن أستمر وممكن أنسحب. يعني في حال الدراسة في عندنا مجموعة من الفنانين الزملاء متحمسين إني أخدمهم، وأنا بعتبر قصة الترشح لمقعد النقيب أو المجلس هي خدمة تطوعية، هي تكليف بالخدمة، تكليف بالخدمة وتشرف بهذه الخدمة، وليست من أجل فقط الحصول على منصب أو تحقيق مكاسب مادية ضيقة وشخصية ضيقة. نأمل إن شاء الله بعد 25 سنة أن يتم حسن أداء لنقابتنا مواردها، ونأمل أن يكون القادم أجمل على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. هلأ في سؤال كثير بشوفه بين الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، لما يشوفوا مسلسل بدوي أحد أبرز النجوم اللي بتذكروه من هاي المسلسلات الفنان زهير النوباني، هل يعتبر المسلسل البدوي انتهى دراميا عربيا؟ لا لا لا، المسلسل البدوي هو شكل فني مقبول جدا لغاية الآن مقبول، في الفترة الأخيرة لم يتم إصدار، ما في صار في إنتاجات صار في إنتاجات، لكن للأسف عفوا توجهات أخرى، لا صار في إنتاجات لكن لم تترك أثر أثر فني ونجاح موضوعي عند الجمهور، بالتالي ما تركت أثر. احنا المفروض انه نشتغل مستويات عالية،
كفكر وكمضمون وكقصص ومستوى فني مستوى أداء، إنتاجات يعني ضعيفة، بالتالي ما لاقت استحسان الجمهور. لكن في أعمال بدوية يعني لغاية الآن تعرض، أنا في مسلسلات وانتجت بالثمانينات لغاية الآن تعرض بنجاح، بالثمانينات وبالتسعينات ولغاية الآن في أعمال عملناها أنتجناها بعد 2000 ما زالت تعرض بنجاح، لكن إحنا بحاجة لكميات من الأعمال ذات الجودة العالية والقيمة العالية. واثنين، إحنا يعني الأردن ما بتقدر تقول بس مسلسل بدوي، الأردن متميزة في البدوي، الأردن نجح فيها، قدمنا إحنا أهم الأعمال التاريخية والريفية والاجتماعية الحديثة، يعني العلم نور من 85 ما زال يلاقي نجاح بأجيال مختلفة. هذا بدليل أنه إحنا عندنا قادرين أن نقدم أعمال ذات جودة عالية، وبدليل أنه مثلا الأردن البلد العربي الوحيد اللي حاز في مسلسل أردني على جائزة إيمي العالمية اللي هو مسلسل الاجتياح اللي هو تناول اجتياح جنين. في عندنا كثير أعمال مهمة لغاية الآن تعرض وناجحة، وعندنا فنانين كثير مهمة، لكن إحنا بحاجة الاهتمام بالعاملين بهذه المهنة وصناعة النجم وصناعة والبناء على النجاحات السابقة. ما تتحول المهنة الإنتاج التلفزيوني لعملية استرزاق من بعض المنتجين التجار باستغلال الفنانين بظروف إنتاجية ضعيفة وأرقام هزيلة. يعني المفروض أنه آن الأوان أنه أن نرقى بإنتاجنا، لأنه إحنا قادرين، لأنه كل إمكانيات النجاح لنا متوفرة، لكن نحن بحاجة لحسن إدارة هذا الفعل الفني على المستوى الرسمي أو على المستوى المدني. على مستوى النقابة في عندنا الهيئة الملكية للأفلام، عمرها قصير لكن استطاعت أن تترك أثر كبير على الساحة الفنية الأردنية والعربية والعالمية. كل الاحترام فنان الأردن زهور النباني، بشكر لك جزيل الشكر على كم هاي المعلومات اللي طرحتها، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق في أوقاتك القادمة. شكرا لكم وكل تمنياتي بالتوفيق والنجاح. شكرا.